بشكل اكبر. طيب لو خلينا هنكمل كلامنا، اوكي بس يعني زي ما احنا بنقول دايما ماتش الاهلي والزمالك كده لازم بيكون ليه استعداد خاص طبعا في الاستاد. تسهيل الدخول بقى التفاصيل هنعرفها من تسهيل دخول البوابات وتامين الجمهور اللي هيكون موجود في المدرجات عشان تطلع مباراه القمه في احسن صوره ممكنه. خلينا نعرف كل التفاصيل دي من العقيد محمود القاضي مسؤول عمليات المجموعه الافريقيه لتامين القمه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. استاذه جمانه صباح الخير، واستاذ محمد صباح الخير، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني خلينا نعرف الساده المشاهدين ايه الاستعدادات اللي هتتم النهارده ان شاء الله في عمليه تامين دخول الجمهور ومواعيد فتح ابواب الاستاد. ان شاء الله طبعا النهارده ميعادنا مع مباراه القمه الاهلي والزمالك. طبعا دي كلاسيكيه من كلاسيكيات الشعب المصري، مش الكره المصريه بس، كل الناس مهتمه تفاصيل المباراة، الدنيا هتمشي ازاي. انا من خلال برنامج حضرتك بوجه السادة المشاهدين الى ان المباراة ان شاء الله في استاد القاهرة الدولي، توقيت انطلاق المباراة 9 مساء، تم تخصيص ابواب محددة لدخول جماهير النادي. الدخول الساعة كام يا فندم؟ المباراة الساعة 9، الدخول الساعة كام؟ بداية الدخول اعتبارا من الساعة 5 وغلق البوابات قبيل بدء المباراة حتى الساعة يعني 9 إلا ربع إن شاء الله كده يكون غلق بوابات إن شاء الله. بالنسبة لأبواب الدخول مخصص لجماهير النادي الأهلي، مدرج الدرجة الثالثة شمال، والدخول إليه من خلال بوابة آل رشدان، باب الرئيسي لاستاد القاهرة، وهينتقلوا من باب آل رشدان من خلال تيوب إلى الوصول حتى مدرج الدرجة الثالثة شمال. جماهير النادي الزمالك هتدخل من باب طريق النصر ومنه مباشرة إلى مدرج الدرجة الثالثة يمين، المدرج المخصص للنادي الزمالك. بالنسبة للسادة الإعلاميين والصحفيين مخصص ليهم مدرج الإعلاميين في الدرجة الثانية الموحدة، وباب الدخول هو باب يوسف عباس. طيب سيادة العقيد، يعني أنا عارف أن النهاردة هيكون في حمل كبير عليكم في تنظيم دخول وخروج المشجعين للمباراة، علشان خاطر زي ما عودتونا بقى تعودنا على مستوى معين من الكفاءة في هذا الأمر وصورة مصر أمام العالم. عاوز أعرف كم مشجع تحديدا من المفترض أن يدخل هذه المدرجات؟ طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة المسؤولة عن المباراة، فتحدد عدد 2500 مشجع للنادي الأهلي و2500 مشجع لنادي الزمالك بإجمالي 5000 مشجع. ده بخلاف المدعوين بدعوات وهيكونوا متواجدين في المقصورة الرئيسية، وبخلاف الصحفيين اللي هم متواجدين في المركز الإعلامي والصحفي. وإن شاء الله المجموعة الإفريقية على أتم الاستعداد في استقبال الجماهير والتعاون معهم وإرشادهم. طب إيه الضوابط والإجراءات الأمنية بقى المتخذة يا فندم؟ طيب بالنسبة لموضوع الضوابط الأمنية، يعني هي احنا مش عايز أقول عليها تحذيرات، ولكن هقول عليها تأكيدات. أنا بحب أكد على السادة المشاهدين اللي هيحضروا المباراة، أولا الفان آي دي والتذكرة، ده أول حاجة لدخول المباراة. الحاجة الثانية، في بعض الأشياء دي ممنوع دخولها، وهي أي حاجة بتسبب أذى للنفس أو للغير أو ممكن تؤثر على سير المباراة أثناء يعني اللاعبين في أرض الملعب، وأهمها الشماريخ اللي هي الشعلات النارية، الولاعات والكبريت اللي بتحدث اشتعال نيران، أي أداة حادة أو أي أداة ممكن تسبب أذى للنفس أو الغير، بالإضافة إلى المعلبات المغلقة للمأكولات والمشروبات المغلقة، بعض الحاجات الإلكترونية زي الشواحن والباور بانك والأسلاك. لو في اي ماده دعائيه او اعلانيه سواء كانت مسيئه او غير مسيئه ممنوع دخولها، لو لافته او تيشيرت او اي حاجه مكتوب عليها حاجه دعائيه دي ممنوعه، بالاضافه الى معلش انا عاوز بس اسال هنا عن حاجه، هو سبب منع الباور بانك ايه؟ يعني هو شاحن للموبايل؟ والله هو موضوع الباور بانك هو حاجة تخص يعني حاجة أمنية تخص إعادة استخدامه في هو يمكن يعني هو يمكن إعادة استخدامه في إحداث
يعني هو بادئ تفجير، يعني انا مش عايز اوضح اكتر، بس هو ده وصلت هو الصوره كده على يعني شحنه كهربائيه يمكن اعاده استخدامها في حاجه ممكن يعني تضر. تحفظات امنيه يا فندم، تحفظات أمنية لا هي كل الاجراءات دي لحمايه الجماهير طبعا بكل تاكيد. سيد العقيد برضو يعني خليني اسال حضرتك سؤال يبدو ساذج بس يعني زي ما حضرتك تحدثت انه ما ينفعش حتى مثلا التيشيرت او القمصان اللي ممكن يكون مكتوب عليها اي جمل مسيئه ممنوع، تمام؟ ماذا لو شخص او مشجع عرف يدخل او يعدي بواحده من دول؟ هل جوه بقى الاستاد بعد ما عدينا وعدينا من الاجهزه الحديثه للتفتيش وما الى ذلك، هل في جوه كمان مراقبه؟ طبعا في جوه الاستاد احنا في مجموعه من الشركه الافريقيه بتبقى متواجده داخل المدرجات واسفل المدرجات، ومتواجد لينا عناصر في غرف الكاميرات داخل الاستاد بتبقى بمجرد دخول الجماهير الى ارض الملعب. من قبل دخول الجماهير في ملاحظه حاله وشايفين كل الناس اللي واقفه بره، واثناء تواجد الجماهير على البوابات موجود عناصر تبع المجموعه الافريقيه مزوده بكاميرات، الكاميرات دي بتنقل لنا جوه كل يعني تحركات الجماهير و و و فيعني احنا الحمد لله احنا دي المباراه رقم 5 اهلي وزمالك بنأمنها، سبق للمجموعه الافريقيه امنت 4 مباريات، فاحنا هنتكلم على السابق. احنا الحمد لله في الاربع مباريات السابقه ما حصلش اي تجاوز او حصل اي حاجه، وخلينا نبني على اخر مباراه لعبت للاهلي والزمالك كانت المباراه الدور الثاني في الدوري اللي كانت في استاد السلام، كانت صحيح. مباراه الحقيقه مثال للروح الرياضيه من الجماهير ومثال للتامين، المباراه خرجت على ابهى صوره ليها، ما كانش في حتى قلب ليزر مع الجماهير، الجماهير كانت متعاونه، وانا عايز اقول لحضرتك ان الوعي زاد جدا بدرجه عاليه صحيح. لدى الشباب والمترددين على الملاعب. في فرق بين ان انا ابقى جاي احضر المباراه وانا عايز اعمل مخالفه، وبالتالي ممكن يحدث زي ما حضرتك بتقولي ان حد يتسرب، وفي فرق بين ان انا ابقى جاي وانا عارف ايه الصح وايه الغلط وانا مش عايز. النية المبيتة، يعني احنا بنتكلم زي ما حضرتك قلت عايزين نبني على اللي احنا وصلنا له، عايزين نتفرج على كوره حلوه، عايزين نشجع كل واحد يشجع فريقه ويحترم الفريق الاخر ويحترم اللعيبه، في الاول وفي الاخر دي رياضه. فيعني طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، والحقيقه مجهود كبير جدا تشكروا عليه، سياده العقيد محمود القاضي مسؤول عمليات المجموعه الافريقيه لتامين القمه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.